بسام السينا على قناة الشاهد تابعنا يلا واستمتع على المرسى نجدد لكم التحية دائما مشاهدينا الكرام أينما كنتم. اليوم ضيفنا جدا مميز، معلومات قيمة، هي استثناء من المرسى طبعا، ولا نستطيع إلا أن نستثني هذا الحضور وهذا التميز. برحب جدا، سعيدة جدا حبيبتي، منورة منورة بوشك، منورة ببرنامجنا اليوم، منورة معانا اليوم. أنت معانا لنستفيد أكثر، لنحكي أكثر. رح نبلش. كثر ما عندك لازم نعرف، وأنا ما بأكلمك. خلص، بشكرك. أول شيء خلت تكون هالحضرة اسمها العالم الأكبر. العالم الأكبر. وفينا انطوى العالم الأكبر. هلأ انطوى واستوى. ما بقدر قلي قدي عندي حزن كبير أنا بالكويت، لأن اللي شفته بالكويت منه موجود بأمريكا ولا بلبنان. إذا بتقلي لي وين بتحب تموتي؟ بمطار الكويت. وين بتحب تكوني؟ فوت على الكويت وبخزق باسبوراتي. معي أكثر من جنسية غير عربية، لأنه اللي شفته هون في إشياء ممنوعة تفوت على لبنان. هيدا هون يعني في عندكم رجال لحوا هيدا كتابه اسمه وليد خالد سلطان بن عيسى، من هو وصغير يقول لأمه بدي أعمل شيء ويصحوا العالم ما يكون موجوعين. أمه أمريكانية وكبر هيدا كتابه الاستشفاء بعلاج السرطان، وعنده أحلى المأكولات، بيجيب أحلى شيء من أمريكا من هون من هون من هون وبيحطهم بالكويت. بس استشفاء لترجمة وليد خالد. إيه ترجمته. إيه. بس هذا الكتاب هو كتابه؟ هذا هو كتابه. بس هيدا الترجمة، لأنه جاريسون أخته درست معنا عن ميت شاكوشي، عم بيصحح الناس بالسرطان بحقن شرجية من كذا وكذا. بتقري الكتاب حلو كتير. وهي لما اجت اخته لجاريسون وعياله درسوا معنا عن ميتشو، شافوا انه عند ميتشو بيشفي الامراض بعلم اسمه ومن كل شيء ذكر وانثى، يين يانغ. فاذا اللي ما بيعرف بالين يانغ يا اخوتي ما يحكوا هون بلبنان وبغير لبنان وبالكويت وبالسعوديه، كثير قليل اللي بيعرفوا بهالعلم. بحب اقول هون وذكر نفسي واعتذر منكم كلكم، ما حدا يعلم يوغا هون، ولا حدا يعلم فانك شوي، ولا تامل مديتيشن، ماشي ابدا 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 ابدا. ما حدا يحط ايده عليك، حتى امك بيك بيغمروك اولادك. انت من الناس اللي كنت تدعي لليوغا؟ انا بس اي يوغا؟ اليوغا هي علم النفس، علم الروح، ومن النفس الاماره بالسوء الى النفس الشفافه. هلا عم نتاجر بهالعلم، مشان هيك انا قاعده وحدي بالبيت. ايها الحق لم تترك لي صديق، ان شاء الله قريبا بدنا نكون بجزورنا. اذا اشتدت عليكم المحن عليكم بالشام وباليمن، بدنا نقعد يكون في مشفى. وهلأ بدنا نحكي عن مشفى رح يكون هون بالكويت إن شاء الله. مشفى صغير، كوخ صغير، كوخ إليك كوخ إليك كوخ إليك، ونهتم بالأولاد يلي كلنا منحبه، ما منقول عنهم معاقين بقى أبداً. بتحطيها بحضنك وبتقلك تيتا أنا هاي، كلنا تيتا، واللي بيموتوا بسلام يحطوا سلام ونور بالأرض. قلتي كلمة الحق لم يترك لي صديق. نعم، كل ما كنت أنا منهم بقول كلمة بحبها للمسيح، دعوا الأموات يدفنون بعضهم البعض، ما بقى تعاطى بالمجتمع أبدا. وأيها الحق لم تترك لي صديق حبيب الله وكلنا للإمام علي. وأنه كل ما كنت بالحق كل ما الناس بتكرهيك. الوحيدة على الإعلام اللي بتقعد بتحط على الأرض هالقاعدة وبفتح قلبي وبحكي، كلنا عم نحكي من خلال مريم وكلنا عم نسمع من خلالك وخلاله، لأنه في حقيقة لازم نقولها كاتب عن الحق. شيطان ما بيصير. شو هالأمراض اللي عم بتزيد؟ إذا الدواء بيشفي يا أختي بتزيد المستشفيات. يلي شفته بالكويت مدينة المطاعم العالمية هون والمستشفيات، وهالنظافة وهالترتيب وهالزوء وهالحاكم اللي عندكم منه موجود مطرح.
اكيد فظيع. شو هالزلمه وزير الاعلام كمان وكمان يا حبيب قلبي كلهم يعني بيهتم بالناس بالمواطنين في البلد. شيء مش معقول. صح شيء منه معقول يعني. مش هناك الارمن، احنا ارمن، مش هناك الارمن لحني هون. قلت له شو عم تعملوا بوصيان وانتم يغيان وقربسيان؟ قال لي نحن عندنا كنيسه هون. وحكي من كم يوم شيخ على شاشه الوطن، اوباما رح يحكي شخصيا، انا اصحاب معه، رح اقول له هذا هو الاسلام وهذا هو المسيحيه وهيدي كلها. حكي عن التوحيد، عن كلنا اخوه بالله، كلنا عائله الله وكلنا هيك. يا حبيب قلبي قلت له بس بدنا نعمل شيء بالكويت ورح اقول لكم من هو اللي رح يعملها، كلكم اتصلوا مستفى. اسمه نايف الفهد 9999159 9999159. نايف الفهد وكلنا هون بهالبرنامج، منو برنامج هذا حضرة، رح نعمل كوخ 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 كوخ. وهالكوخ ما في ماي وما في كهرباء، شو رح يكون فيه؟ بتقعدي انت ومعك هالطفل اللي عم بيموت، واذا حدا بده يعملنا زيارة اكيد اهلهم لهيك بيمشوا شوي تيجوا لعنا، ما بدنا نحط كهرباء ونحط موبايل وهيك وهيك، هيدي طاقة سلبية بتوجعني كثير وتوجعلن دينايون وجسمون، ما بدنا اياها هيدي. هني اللي عم بيعلمونا، هني بيهربوا منها، انا بتعلم منه. بعدين بياكلوا توت مثل هاي، هيدي الي بدهم اياها. هيدا توت، احنا ما بتعرفي التوت بسوريا ولي؟ عارفه التوت بس شكلها مثل هيدا الزبيب. توت هيدا توت مثل الزبيب، توت البري تبع العصافير وفي شوك. معلش بنحط له مي تفاح وتعمليها. اي مرض لحيوان موجود عندي جابوا هالزلمه. بلبنان جبناه تهريب، سامحونا. هني طبعا كان عادي، ما فيني اللي ما فيني اللي مريم هذا التوت الاحمر. حطيني تمك التوت الاحمر، توت الشامي. اهو كيف فيكم تمنعوه اسمه توت الشامي؟ ليش ممنوع بلبنان؟ ممنوع بلبنان وممنوع عندك وممنوع هون، لانه بامر من وزاره. ما بينزرع بلبنان مريم؟ ما مزروع هون بينزرع. هون كل شيء بينزرع مزروع، ليش يمنعونا؟ لانه بيشفي المرض خلال 24 ساعه والاف دي اي. مصالح قديش تحكمنا المصالح مريم نور؟ اخ ما فيني اقول لك، ما فيني سيره للشيطان، بحبه وبحوله من شيطان رجماني الى شيطان رحماني، ولكن هيدا دورنا هلا هيك مثل رابعه بنت البصره، ضليت حبه. ما فيني اللي فينا نغلبه اذا بنحبه، نحن السبب، نحن السبب بناتنا هيك صاروا، امراضنا كلنا مبذرين اللي عم بتشوفيها. بس هلا علامات الساعه الصغرى والكبرى، هلا بدنا نقول بدي ضلني حبك، بدي ضلني حبك وسامحني انت وانا واحد، بس انا ضعيفة مثل اللي قال له للشيخ ديشك قوي يا شيخ تركت الدنيا ولحقت الله، قال له انت الاقوى، انا تركت الدنيا فاضي ولحقت الله، ديشك قوي تتركت الله ولحقت الدنيا، شيخ مهذب. فاذا هلا العزله عن الناس قد ما فينا ونعيش حياه بسيطه ونهتم بالامراض كلها. العزل عن الناس قد ما فيك، عن الناس معزله انت ومعهم. شفتي كيف انت معهم بس منك منهم، بيسرسروا بيحكوا بتسمي نعم وشكرا والله معك وبشكرك ومع السلامه. خير نقدر نكون بهالسلام؟ بدي يكون عندك كتاب ليكي، كل من قرا الكتاب قدر يكون بسلام. ما فيني اقول لك شو بتحسي، بيقدر يكون بسلام. نعم الحياه المشاكل كتير الضغوطات كتير. الكتاب خير قوي. جليس في قوي كتاب خير جليس ليك. ناس رح اقول لك هلا عندي كم كتاب، في كتاب هون بايدي اسمه مريم بتكتب I am alone، أنا وحدة ما عندي حدا. بس أنت مو وحدك مريم. بعدين هون مكتوب but not lonely، أي أنا وحدة بس مش بوحشة. كتبته هالكتاب، وهالكتاب رح يكون بإيد هالإنسان يلي هون من الكويت. أنت بدك تعطيه مريم، أنت من الناس اللي عم تقولي أنا وحدة، وحدة بس مش بوحشة. شفتي كيف؟ أيام ألون تملكين علاقات مع رؤساء، مع أمراء، مع ملوك، مع هيدا جسديا بس أنا ألون بتنط لونلي. بس ما بصدق أنت تفوت على الأوضة وعلى البيت تحمل الكتاب وقعد أقرأ، لأن الكتاب خير جليس بيحكي عني بحكيني بخطبني. في كتاب هون اسمه الغفران، شوفي كلمة غفران، قرآن فرقان سمعان عدنان، خمس أحرف ألف نون. الغفران رح يكون بإيد حاكم الكويت، لانه هيدا لاله يستاهل، وهيدا رح يكون بايد وزير الاعلام هم يستاهل يا حبيب قلبي.
لأنه وهون في كتاب رح يكون بإيد إنسان رح يكون معكم كلكم. هون رح نعمل هالبيت تبع الأولاد اسمه Goodbye Forever. Goodbye Forever. إيه نعم، عمرها 7 سنين. هالGoodbye تيتا مين اللي عمرها 7 سنين؟ هاي البنت اللي حكتني عن الGoodbye. هي من المحتاجين. نحن محتاجين لها، نسميهم ذوي الاحتياجات الخاصة، بس نحن عايزينهم، نحن محتاجينهم. كتبت لي قالت لي تيتا Goodbye إنه 7 أحرف 7 levels. حبيبتي هون كمان forever forever goodbye. قلت لها ليش بدك تعملي forever goodbye؟ قالت لي goodbye forever for wars. وداعا أيها الجهل، وداعا أيها الحرب، وداعا أيها الدمار، وداعا أيها هيك الناس بتشوفها هيك بصير تطلع فيها. لا، نحن بالتلفزيون بكرة هون بالكويت بده يكون عندهم هني برنامج وبيقعدوا هيدا ورا الكاميرا وهيدا ورا هيك. أنا ما عندي إجر بس عندي عينتين، أنا ما عندي عين بس عندي إجرتين، أنا ما عندي. We are different. في واحد قال لي I am one chromosome more than others. يا حبيب قلبي، في واحد قال لي أنا ما أنا بغني، أنا ماني أعرج بس أنا برقص. كيف ما فيك تحبيهم؟ بستحي منهم بسببنا هيك. كيف فينا نساعدهم؟ بتغيير الأكل قد ما بنقدر، وبتحولوا كثير إلى أجساد حلوة وبيوعى بصرهم وبصيرتهم وكلهم، ومنساعدهم لأن هن عم بيساعدونا، نقبلهم ويقبلوا حالنا، ومنقول لهم لأنكم قوية كثير ماما، لأنك أنت قوية قعدتي ببطنك وأنت سفنجة أخذتي كل الأمراض هيك وطلعتي، لأنك قوية فيك تكوني بلا إيد وبلا إجر مثل كوهن وكله اللي بتشوفيه. We are different, different, different. أنت منك جسد، من جسر لجسر، بدنا نروح على البيت. We are going home. هون تحت 7 سنين، فوق 7 سنين كمان لل 14، بعدين 18 هن بيقرروا. هيدا فنان، هيدا بيرقص، هيدا بيكتب، هيدا بيغني، هيدا ما بيروح موظف، هيدا بيحب يكون سنجري، هيدا بيحب يكون يعمل هيك فعل لإله حر فيها. ما بحبوا المدرسة. ما البنت صغيرة أول يوم راحت على المدرسة وإجيت انبسطتي تيتا بالمدرسة؟ قالت لي لا ما خلصت، قال بكرة بدنا نجي. مريم أنت ما كنت تحب المدرسة أبدا، أنت تزوجتي هروبا من المدرسة صح؟ 16 سنة كنت مجوزة ومطلقة ومطرحة وهيك، وبعدين طرحة ولا جبتي بنت؟ لا خلفت وأجهار، جبت البنت بعمر 20، بس بعدين كمان فكرت بال 24 انتحر وبال 17 مرتين انتحرت. مرتين لأنه عارفة إنه بعدها فيي في عالم غير هالعالم، بس ما بعرفهم بدي أروح. نحن أرمن يعني، هذا دروز وإذا هيك وإذا هيك وإذا هيك. بس أنت أرمن واسمك مريانا؟ اسم ماريا غيايا. ماريا. بس صرتي غيرت مريم. الاسم، غيرت الاسم، سيد موسى الصدر غيرني وعطاني هالاسم مريم نور. وبتذكر وبتنبسطي فيها هالخبرية، كان عمري 16 سنة، أمي بتحب كمال جملات تقرا على السطح. بيي طبيب سنين، هلا بيجوا بيشوفوكي إن إحنا مش دروز. عمري 16 سنة أخذتني لعنده، حط إيده علي هون، ما بقدر أقول لك شيء منه والكلام هالإشارة. ومن وقت عرفت إنه في عالم غير هالعالم. بال 27 شفت موسى الصدر، أنا عاملي حفلة لإله معي ورقة بيضاء ما مكتوب عليها شيء. قال لي معه حق، ما بده ورق يا مريم نور. فرجيني إشارات قوية. ورميت الورق؟ رميت الورقة ما عليها شيء، وبعدين عرفت إنه في عالم فتش عليه لحو فيكي. العالم الأكبر والطور فينا. من صغرك وأنت تفتشي عن عالم ثاني. عفيكي. وكان مشكلة بينك وبين الوالدة. إيه؟ وانت تدوري على العالم ثاني وتنكري الواقع اللي انت فيه. وروح عند عمتي واكل أكلة ومنبي، ونحن نحن أرمن، نحن مش دروز. ليش هالبنت عم بتفكر هيك؟ انت تفكري نفس مبدأ الدروز انه توحيد. بالتقمص. 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 هلا إذا بأمريكا شلون؟ انت شلون؟ وبدك تلاقي شغل بيسألوك عن التقمص، إذا بتقولي لا ما بتلاقي شغل. كيف؟ لأنه وقت اللي بتعرفي المسيح قام حقا، قام في تقمص، في عودة إلى الحياة، تجسد وصار إنسانا. الجسد لجسدك عليك حق، ساجد وساجدة. كل اللي عم بتشوفيه بالعلوم ما له قيمة بالحقيقة. وقت اللي بتعرفي هيك بتكذبي أقل، بتسرقي أقل، وما بتسرقي وما بتكذبي ولا شيء، لأنه مثل ما قال الحبيب محمد إن لم تموتوا until you die. يا حبيب قلبي موت الموت، يا حبيب قلبي وقت اللي حتصر لا إله إلا الله ختمه. مريم في تناقضات في حياتك، يعني انت ما نقدر نقول ما بنتمي الى اي دين، تابعه لتناقضات او ما بنتمي الى اي دين، بنتمي الى التدين الالهي. ماخذه من كل اخذت منهم من هون الحقيقه وحده، مثل المسبحه فيها خط من نور كلنا، قال الامام علي ray of light.
وهالخط من النور بيجمعنا كلنا، ما حدا مثل الثاني، ولكن لجسدك عليك حق من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله، كل عمل عبادة بين كل نفس ونفس، خلق الخالق طرق بعدد ما خلق. شو اللي يحكم هذا الخط؟ أنت اخترتي من هذا الشيء. لا 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 لا، كل شيء. لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك، قال المسيح وأسلم واهتزت الأكوان. استاذي هلأ ميتشو كوشي يلي هو ياباني بس إله علاقة بالتوحيد بالفطرة، هيدا هو إسلام الله. من الإسلام إلى الإيمان، من الإيمان إلى أبعد أبعد، تتوصل إلى الرحمة، وسعت كل شيء. compassion not emotion. لما بدك تعلمي الصغار، صغار على أن هن بيعلموني، أنا بعلمتي بنتك. إيه؟ بنتك يعني الولد بعمر معين محتاج نصيحة. إيه؟ محتاج أكيد. بس هلأ أنا علمتهم غلط، we are all victims of victims، بس أولادنا هلأ نحن بنسمع لهم بمدارسنا الخاصة. أنت علمتي غلط. إيه كلنا، وأنا أخذت من أمي غلط، وكلنا غلط بغلط، الإنسان عدو ما يجهل. هلأ بالمدارس اللي بسموها هوم سكولينج، إن شاء الله تعملي يا أنت إن شاء الله، هوم سكولينج منا ممنوعة إلا بأمة العرب، ما حدا فيه منعها. تحضي www.homeschooling.com، أول دفع 10,000 دولار كل شهر، ما بندفع ضريبة، بندفع لهم. هالهوم سكولينج بتعلموا 5 لغات، لغة الأم والبي 2، والإنجليزي 3، وبعدين لغتين بيتعلموا هيدا، وبعدين بصير بده يرقص الإبداع كرياتيفيتي، وبيعرفوا إنه في توحيد، وبيعرفوا إنه أشياء كتير لحية فيهم. بتصيري أنت تسمعي لهم، أنت تسمعي لهم، أنت تسمعي لهم، مش أنا يسمعوا ليك. بيجي بيخبرك شيء بتقولي له إيه، ما بتقولي له لا. شو ديجا فيو ديجا فيكيو، عندهم أسرار كتير يا الأطفال. كيف كبر برحمك؟ راح المدرسة؟ كيف عرف كيف بده يطلع؟ كيف عرف مع مين كان عم بيحكي وقت كان؟ هلأ في مرة أكبر مني وبتبين قلبك، ما بتتنفس، بتعيش على المن والسلوى. خلص فوتوا بالكتاب بقعدوا تقروا، اسمها جسمه هي، إجا المسيح وعلمها. في كتير أسرار هلأ عم بيجوا من غير كواكب، خذوا نصف دينكم من هذه الحميرات يا حبيب قلبي. ستنا عائشة خلاص، يعني أنا بس واحدة وقفني ويصير بدي سب الإسلام بنبسط، لأن أنا مثلك كني. بيصير يقول لي جبت هالإسلام، ما كانوا موجودين بالأشرفية، صار في عنا مسلمين كتير وكلهم من وراتي، وتحكي عن محمد وهيك وهيك. بتركوا 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 يحكي يصفر يصفر يصفر. بعد ما تدب لي شيء الصليب هو خوري وهيك، شو بعمل تكون مسلم؟ استفتي قلبك، بري آيات قرآنية صغيرة من القرآن من الإنجيل من كذا هيك، استفتي قلبك استفتي قلبك، بعدين بشوف التوحيد. بيقول لي ليه ضيعنا وقتنا؟ بقول له ما ضيعنا، never too late، الآن هو الزمان والمكان. هذا كل التوحيد. ما بعد كم حرب عملنا باسم الصليب، كم حرب عملنا باسم محمد باسم الإسلام، ما بدي هنا، بس بدي أفهم ليش. I want to understand, I want to know. عرف لمن عرف أنه لا يعرف شيئاً. You want to know مشان شو؟ تعرف أني ما بعرف، تعرف أنه هالكتاب مش مريم كتبتون، هاللحظة أنت وأنا مش نحن الموجودين، الوجود عم بيحكي من خلالنا، الوجود عم بيسمع من خلالنا. ظل عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى صرت يده وعينه ورجله. هيك كتب الزنا على ابن آدم بجميع حواسنا. بالإسلام ما في زنا وما في زنا وما في هيك وما في هيك، كل شيء الحلاش يا حبيب قلبي. فإذا ما تبينوا لي شو عندك دين، بقول لهم عندي دين اسمه التوحيد، اسمه الأخلاق، اسمه العلم، اسمه التدين. علموني أنتوا كلكم، يعني نتعلم من بعضنا. بس كل يوم نفس الغلطة، كل يوم بدي أغلط غلطة جديدة أتعلم منك ومني. بس هلا الغلط ما نتعلم، ما في غلطة ما بتعلم. إذا ما عندي وجع يعني ما عندي إجر. لكن ولد صغير قال لي إياها، قلت له كيف عرفت؟ قال بيقول اسمعي له الوجع عرفنا، إيه أنا المرض وأنا المريض. عظيم. أشهد يا حبيب قلبي الشاهد. الشاهد على شو؟ أنت الشاهد وأنت المشهود. You are the witnessing and the witnesser. You are the subject and the object. أنا الشاهد وأنا المشهود. نعم، أنا اللي عم بشوف. أنا الشاهد. أنا الشاهد وأنا المشهود. بينيتهم أيقونة. يعني بشوف حالي وبرجع بشوف بيشوفوني بشوف. إيه 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 إيه، يعني أنا اللي عم بشوف هالأنينة. صحيح. وأنا الأنينة. وأنا الأنينة. أنا الوجود، أنا المفقود وأنا الموجود، ولكن بدي أعيشهم بلحظة. هيدي الصوفية، أهل الذكر على منابر من نور. وقت اللي قال له لبلال أرحنا يا بلال يا حبيب قلبي، قالوا له بلال أسود وما بيعرف يقول أشهد وبيقول سين. قال له السين عند بلال، شين عند الله. يا حبيب قلبي هالأخلاق، يا حبيب قلبي هالأخلاق. شفت كيف؟ يعني ليك الخلفاء 5 عين 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 عين، ماتوا ب63 كله. محمد ركبها هيدي، علم أبدان وأديان، علم الحرف والعدد والعدة. هالعلم بدك تقريه، بس رح أقول لكم هلا عن كتب. شفتوا هول كتابين وهول كتابين؟ هيدا كتاب هلا
وعم ينتشر بسوريا، انت وانا من سوريا. دكتورز لوك ات مايكروبايوتكس، اطباء كثير هلا عم بتقول عم نقتل الناس بالادويه اكثر ما عم نقتل بالحروب. كلنا ما بنعرف، كلنا لطريقه الجهل، رجعوا الى علم ابدان واديان. بس احنا مش عرب مش مسلمين. بقول لك اذا بتعرف شو الاسلام، الاسلام هو السلام عليكم 11 حرف، واو واو عليكم السلام، باب ومدينه وبيت. ريلي از ذس اسلام؟ والمسيح هيك وكله نبوذا وكريشنا. هلا هالاطباء اللي عم تترك، عم تترك لانه الدواء ما غذاؤكم دواؤكم ودواؤكم غذاؤكم وبس. من اوقات من مره لمره من مره قلنا شيء هيك بيكون معنا محايه، بنعرف ذكر انثى. اكلت كثير انا وياكي سكر اليوم، شو بنعمل؟ شو بنعمل؟ ماما شو بدنا ناكل لانه اكلنا كثير سكر؟ ماما حطي حبه ملح بتمك. توازن؟ يين يانغ، ذكر وانثى. لكل داء دواء ابدأ. وقت اللي اجى واحد لعند الحبيب محمد وقال له انه بده طبيب هو، قال له احنا عندنا شريعه، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، اذا اكلنا لا نشبع. لقيمات يقمنا به صلب. راح لعند الامام علي، قال له من هونيك جاي له اربع كلمات بشيل لك من الحجاز، مضغ 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 مضغ. هلا بامريكا عم بيقولوا ليه البريسز طلعت عند بناتنا صغار؟ شفتي كيف؟ لانه 32 درسوا سن وناب، فاهمة هيك؟ و 32 فقرة لبسوا المرأة كعب فليني على العيلة وتغيروا لأكلاتها وميك اب، يا اختي عندها ويك اب، شو بدكم الميك اب تعملوه؟ كله طلع الجيل اللي من بعدها هلا ما عنده نيرة. بس العلم بيعتمد على ال 32 سنة اللي بتتكلمي عنها. نعم 32 32 64 8 ب 8 64 حقق الله خلق الإمام علي رايت اوف 8 8 ب 8 حتى العلم من المدد إلى الأبد إلى الصمد يا مدد كله. فإذا لجسدك عليك حق وقت اللي بتمضغي مضغ 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 32 ب 32 وبتمضغي كل الأكل بجسمك بيتحول. يلا 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 مطحني 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 مطحني. طيب شو بدي اكل انا؟ شو بدك تاكلي ماما؟ لك عندك 20 مطحنه، يعني كل يوم بدنا ناكل شويه قمح شويه رز ونزع القشور. خطوا الى القبور، قال الحبيب محمد لما اجت وحده مثلك صبيه وجبت له رغيف ابيض، قال له شو عملتي؟ قالت له نزعت القشور. لك شو قال لها؟ نزع القشور، خطوا الى القبور، روحوا رديه. فاذا عندنا 20 مطحنه ماما ما هيك؟ وعندنا 8 قواطع، هو بياكلوا خضره بياكلوا بقوليات وحمص وهيك. نعم ما عندنا 4 انيب. اذا انت عندك معزيه وانا عندي خروف، شويه لبن لبنه كشك نتبادل انا يعني هيدا هيك بدنا نرجع نعيش. وهون وقت اللي بنعيش بهيك عيشه ما في مرض. قليل حبه الدواء من طبيب ادمي. انت مو حاسه الحرب كبيره؟ نعم الحرب كبيره الحين لما نقول لما نتكلم العالم ونقول لهم قمح واعشاب ومن غير قشور، الوسط اللي شوفي. نحن عايشين فيه الحين كله يعني كلش هذا مش موجود فيه. كبيه كبيه، ما تطلعي بالناس، غيري حالك وبس. لا يغير الله ما بقوم حتى. عندكم احلى محل ارض الطبيعه بالام العربيه، فاذا الحل موجود. العرب بفتشوا على الحل بيلاقوا غير مطرح. الحل عادي من العادات يعني خلص. الولد شلون بده يغير العاده، بدها تقعد تقرا. الام اللي ما بتقرا المغريات وايد سؤالك اللي عم تقولي ما برد عليك ابدا. خلص جيبوا كتاب وتقروا، هيدا كتاب مرداد خايل نعيمه. اذا بتقري هالكتاب ما فيني اقول لك شو بيقول لك عن كلمه انا نحن، عن المضغ، عن الالوان. شلونك بيقولوا بسوريا يا حبيب قلبي؟ ما زالك من سوريا. اطيب اكل وين؟ بحلب، ارمن، اتراك، فرنسويه، سوريين. وما تضلي صفرة ما فيني اقول لك ما فيها قلبين واجبين، فيها حل الاكل حلبي مريم. ايه قلت له انا ما باكل حر هيك يعني قدر يحط اكل لمريم هو محافظ ومرته واولاده. وقالت لي منيح خلفنا هالولاد قبل ما صار محافظ، لانه كل الليل مشغول بها وبها وبها، ها بني بهدا وهيدي هيك وهيدي هيك. فاذا اقرا ايها العربي هذا الكتاب، ممكن يساعد كله على موقع بيت الله او مريم نور، والكتب كلها صدقه. لما تشتروا اي كتاب اوشو او ميتشو او جيرجي، الوجود عم يكتب من خلالي وخلالي، كتاب صدقه. صدقه وين يكون؟ وين يروح يجيبونه؟ بتجيبيهم من موقع بيت الله او بتعتوا لي على مريم مريم نور بيت الله اللي هو في لبنان. وين؟ عند نايف. نايف بيعطيكم كل الكتب كل الكتب عربي انجليزي. هلا ذا بوك اوف صوفي هيلينج
هذا شو قال لي اوباما؟ لا قال لي لازم صفوا هذا شيلوا انه يقتلوه معين الدين. قلت له ميت من 1200 سنه، لانه مثل ما بيقولوا له هلا اوباما عم بيقول بدنا نوحد، بدنا نحط الاسلام، بدنا نحط المسيح، بدنا نحط. شفت ايش عم بيصير هلا؟ صبي عمره 12 سنه بتقتلوه لانه اسود او حامل سلاح، عم بيرجعوا يعملوا عنصريه هون وهونيك وهونيك. علامات الساعه الكبرى، فينا نهدي الوضع؟ نعم باللطيفيه، كلنا اسماء الله الحسنى كلنا فينا نهدي. كل يوم خذي اسم او يم يسر او هيك او هيك. واهضم نكته اجيت رح اقول لك اياها من سوريا، ما بقى في اهضم من هيك. قال له كيف الوضع عندك بسوريا؟ قال له والله في مستورين. بعت له صوره رجال كاريكاتير مع عريان وحاطط ستر، قال مستورين مهضومين. حطي نكته من وقت لوقت لحتى تشوفي. فاذا الكتب موجوده تقعدي تقري. هل كتاب ممنوع؟ رح يكون بايدك امانه. ممنوع؟ نعم ممنوع بكل الأمة العربية. اللي عم بيمنع زلمة بالعقل. فيك تمنع كتاب لحو بإيديك؟ خلص منحطه على الإنترنت، ما أدري شو بيقولوا له. أنا أطش مني ما رح تلاقي، ما بعرف. بس هو المسائل في الكتاب لحو ميت شكوشي. ليش ممنوع؟ لأنه بيحط الشفاء دغري. ممنوع تشفى، لازم تضلي مريضة وإلا بتسكر الـ FDA بتوقع. نحن محكومين معنا. نعم بسببنا نعطيهم البترول كله ببلاش. خيعتوا الرسول تعطيه البترول نشتري سلاح نقتل بعضنا؟ هيدا خيي. اذا انا هلا بتطلع بعيونك، لا بعرفك ولا بعرف اسمي، بس بتطلع بعيونك بشوف مريم نور. انت بتطلع بعيوني، مين بتشوفي؟ وسيله. وسيله؟ وسيله شو معنات وسيله؟ احدى مراتب الجنه. حلوه كثير. حلوه كثير معنات وسيله؟ لا هي كلمه وسيله. هي انت بين ايدين الله سيوله. كيف الدم بيجري بالجسم هيك كمان الفهم بيجري بالكون من خلالي. ضل عبدي يتقرب إلي كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لأعرف. بيلفزوها بالإنجليزي ما هيني وسيلة هيني. هلأ عم نتعلم إنجليزي كلنا ميتشي بقول كل لازم يحكوا عربي، بس الأولاد ما بيعرفوا يقولوا عين بس أنا حطوا إيدونها. بس هلأ قاف قاف صاب صاد عين عين خي خي وتقولي ميم ميم نون نون هيك كلمات. شفت كيف؟ واو تسليم واستلام. ايه كلها اللغة العربية لغة شعر. كل الكرة الأرضية بقى تحكيها. قالوا لا منحط غير اللغة سموها بإسبرانتو. ما شفيتنا كل الأرض الكرة الأرضية رح تتكلم عربي؟ هاي الكرة الأرضية ما تحكي عربي، لأنه في مجرات تانية فيها تعبة مثل هون وبيحكوا هاللغة، لأنه هو الكتاب الوحيد المنزل من الأكاشيك ريكوردز. في مجرات ثانية؟ ولا هو فينا نطوى العالم الأكبر وبس بتبقى عبدة وبيت الأبيض. ما بتعرفيها في القرآن الكريم بيقولوا بطرفة عيني بجيب لك عرش مملكة. سبق قالوا لا. هالكتاب بيكون موجود على موقع نواف وأنت ونايف وكلنا. أي مرض عندك بتفتحي بيقول لك ابنك أنا عم بتوجعني رقبتي كثير. تفتحي بيقول لك حطي له عجينه، حطي فيها تمر، حطي فيها حبه ملح، ماما خليك مد اجره وبتغل فيها بورقه ملفوف. ماما ما عم فيني نام، ما فيني نام، ما بعرف ليش. طيب ماما ما فيك تنام، ما هي هلا انا بدي انا حط بالاول لالي لحتى اشوف يمكن إنو. تنامي هلا انه هيك هلا يمكن غمضي عينيك. شو هي؟ لافندا ومزهر وماي تساعد على النوم؟ خلص يعمل هيك. في كثير اشياء بتتركب، ما هي عطر بسوريا ما صحيح. في شيء منه معطرين ومقطرات كلها نعملها ببيوتنا. صحيح. كان بي بس ياخذنا من 80 سنه من ضيعه لضيعه ماشي ماشي ست سبع ساعات ثلاث سنين اربع سنين لا كهرباء ولا شيء نوصل على الضيعه الثانيه. افتحوا تنكم يصونا مية صفوة شراب. بتعرفي شو مية الصفوة؟ رماد. بتعرفي شو رماد؟ ايه بعرف مية رماد. هلا بس اقرا عن مية الرماد قولي حبيبي يا بيي كيف تنشرب؟ بس هي مية صفوة بتتركيها بعدين بتفضي قنينة نعم بتاخديها معك وين ما بتروحي. وكنا نشرب من الجرة
وبس المي تطلع من الجرة أمي تحط إيدها على الجرة هي صحيح. العربي ماما عربي تيتا يدهنوا لك راسك من هالمي ما كان في لا طبيب بي طبيب وخي أمي طبيب وما كنا ناخذ أدوية وخلفت أمي تحت الزيتونة بس هلأ الأمراض أكثر ليش؟ هيدي مؤامرة لو الأمراض لو الأدوية بتشفي وهيك زادت الأمراض طلعي على الضيعة عنا ما بتصدق شو في معاقين رح أقولها أشو هي؟ نحن المعاقين مش هني عم جو الضيعة صحي أكثر لأنه هلأ وين ما كان في مشروبات غازية شو ما بدك وهيدي اللي اسمها نانانانانانانا هلأ شيلوها من لبنان ما بعرفها نانانانا هلأ بخبرك إياها بعدين لأنه صارت جرائم بلبنان بسببها عمره 16 سنة أرمني على النهر ضرب حاله بالسكاكين من بعد ما ضرب الناس فحصوا الدم لقيوا فيه من هديك وهديك وهديك من هالمشروب قولي كي لحق عندكم يا موجود مريم ليش هذا مو مترجم؟ مترجم مترجم بالصوت كمان في اشياء ما بنقول لهم اياها بس ما فيكي تمنعي بقى كلنا بدنا نحط عربي وانجليزي كلنا منترجم يعني هذا كتاب وايد مهم ما فيني قولي ما فيني ضروري. اي مرض اي مرض ماما من هون عم بيوجعني وعم بيهرج عراتي ها موجود هير باور بتحطيها ايه بتجيبي كل عمر امي تجيب سنتو صحيح شفتي وانت صغيره كيف فهمتيها صحيح يعني نرجع للعلاج الطبيعي تبع اجدادنا نعم في ست هون عندكم بالكويت عراسنا كلنا والحاكم بده يجي لعندي هو الخادم ما عنده شفيف بيقولوا شفيف رق الفنجان بلبنان وسوريا ما فيني لك سينا بالشبلوي انا تلميذي عندها ما بتطيق الطبيب ولا الدواء ولا انت تلميذي عندها قد ما هي شاطره هي تواضع تجي تتولدي انت شو بدك فيها بالمستشفى رايحه تولدي اعلان وسيله شو ما بتشوف ولا دم متعفي ضربوه ولا شيء زحنا تاخذي تعطي دواء اعلان تراب تيتا صحيت عيشي بخيمه تراب هالايام نفس تراب اول لا كله ملوث بس دائما في حل دائما اعقل وتوكل لكل داء دواء اعقل وتوكل اعقل وتوكل ما زال في عندنا كتاب الله ما زال عندنا اخوه بالروح ما زال كلنا اخوه بالله كلنا عيال الله كلنا هو ما بيعل قال له مين علمك قال له علمني من علمني هلا هيدا الكتاب شخصيا ما راح لك من هو قال ممنوع تحطوه بالام العربيه لحو بايدنا وراح يضل بايد هالبنت ما حدا في منعكم انه العرب عندنا ايموشن انفعال ما عندنا رحمه عندنا لحول ما عندنا رحمه شنو عندنا انفعال 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 انا فاعل ماني انفعال انا فاعل كلنا وعندنا الرحمه مين قالكم ما احنا الرحمه طلعت من هون فاذا وقت اللي بتقري يا الله يا الله يا الله يا الله كل الوقت يا الله يا الله يا الله يا الله هيك كتاب صغير هلا هالكتاب وحده ما فيني خبرك تسكري فيه انا بيقولوا لي بس هذا هال يعني انه عند الاسلام ما في شيء اسمه تامل بيقولوا قال تامل ساعه محمد قالها خير من عباده 70 عام لحي بيقول لك مديتيشن the first and last freedom ما في حريه هي باول واخر حريه انا بس حدا يقول مثلا اسلام هيك 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 بنبسط ما أنا وقعت بالجورة خبرتكم كنت مريضة وتعباني وهيك وهيك كثير عم موت وقريت 27 سنة جبت وحدة قدك هيك قد وبتشبهيها بدي أعرفك عليها من بيت عبد الرزاق ومن مننا قلت لي قريها أنا عم بقرأ رحت على البيت قال لي بكرة عمليتك قلت له لا صرت أسأل بالبيت دخلتي خلينا نذكر بس دخلتي على المستشفى فت كان على المستشفى سرطان عملية سرطان سرطان وطلعتي من المستشفى قبل العملية بكره بكره بيجي لأن قريت شي هون وصرت صار يقولوا لي هذا القرآن كنتي قاري هذا الكتاب واحد ثاني بس انه أوكي. في سورة الكهف عفوا قلت لهم هي صحيت منها رحنا على لندن هيك وهيك وقعت الأميرة ليدي ديانا وروحت إجراء أخذني الأستاذ وانا عندي هالكتاب وكلهم يقولوا لي القران معي واحد من العراق انه في شيء بالقران سوره الكهف اللي شو ما في
في شيء صدر وهيك، اللي ما في ما في ايه اللي هيك هو تخليني وانا اللي بحبني واللي ما بحبني جاب لي مصاري واشتري هالكتاب ووزع للناس. يوقفوني الاجانب بيقولوا لي مريم ديس قران وانت بلندن عبدو في هيك ليش ما فيهم. رحت عند ليدي ديانا اكيد خد الكتاب معي انا وطالعه اعطيت الكتاب قال لي الاستاذ مريم ديس ومن هيدي ملكه انجلترا اعطيتيها قران. يا رب دخيلك قلت لو موت دغري اجى الجواب الله بحكيكي بيساعدك بيساندك ونعمل بلا. قلت له يعني ونعمل بلا قلت له ليش تجيبني كل شيء في ناس عندك تلاميذ حق عليك. رحت لعبده قال لي لو ما عملت هيك فيكي وزعتي ما وزعتي ما انا هو عنده اذاعه ويقول لهم كلكم قولوا له لا منه موجود بالقران صوره الكهف وهيك وهيك. بعد يومين ثلاثه بعثت لي كل الكتب واجى الامير تشارلز وقال بدي هيدا الاسلام اللي حكيتي فيه وفتح شيء اسمه هيل كلينك يا حبيب قلبي. قال لي هيدا هو الاسلام اللي بدنا اياه اسماء الله الحسنى ما فيني اقول لك شو هالسر شي تندوخه صح. وبعدين صرت نعمل شو ندرس شو مريض فلان انا ايام عبد الباسط عبد الصمد هيك اجيتي انت تولدي عنا مثلا بالماي احط موسيقى وهيك اللي قولي له لهيدا اللي عم بغني ما قال له هيدا قران وهيك لا ليش اللي بس يقول شي بتحرك البيبي هون صوره مريم ومن تحت كيسارية. بعدين صرنا نقول هيدا هو الاسلام يا اخوتي مش يلي عم بتشوفوه مش هيك مش هيك مش هيك تعالوا نتوحد المسيح مسلم واسلم الروح كلنا هيك صارت تخف الادويه تخف الامراض تخف هيك هذا شيء خطر يعني انه لا لازم تنتشر الامراض. قلت له لا كلنا بدنا ما تنتشر لحو هيدا كتاب سيدنا سلمان الفارسي وقت اللي مرق وشاف دعسات اجرين بالصحراء مثل بني الحجاز طلع برجال هونيك قال له يا انت نبي يا انا غبي. قال له الانبياء تعرف بعضها سلمان الفارسي ابن امير. قال له اكتب دون علم الفراسه لانه العرب ما بيقروا your face never lies كل اسرارك بوجهك من سمائهم تعرفونهم. وبعدين في اكبر من هيدا يلي بسلم عليك بعرف ايدك بسمع صوتك كلكم فويس ثيرابي هيك وهيك. مره واحد من هون يعني من هالأم العربية تلفن لي قلت له مرتك حبلي قال لي إيش عرفيك قلت له مش منك حبلي إيش على عندي قلت له عم فتش على الصوت ولقيته فيه هالصوت بالكلى. قلت له أنت مسلم اسمك محمد يعني لازم تقلا وإلا بضل تقول أنا عم نام مع واحد بهلة يعني كلنا عيال الله وكلنا. قال لي معك حق معك حق معك حق وراح خبرها وضلوا إخوة وجابت أولاد وقال له هؤلاء أولادنا وعيالنا كلنا عنده صوت بالكلى عم فتش عليه لقيته فويس ثيرابي أرحنا يا بلال في صوت بيطلع من الكلى صوت بيطلع من الكبد صوت بيطلع من القلب. هودي الكتاب اسمه ناين ستار كي حلو كتير بتشوفه يا العناصر الخمسة الصلوات حلو كتير بكل صلاة في سر كبير حول الكرة الأرضية 24 ساعة عم بتصلي. لا ناين ستار كي تسعة الكتاب اسمه ناين ستار كي بعدين الصفر أوكي. علم ستنا عائشة تجيب بعدين صفا والمروة بعدين العزقة صفر. إذا عندك أخلاق واحد إذا هي بصيري أكثر وأكثر وأكثر بس الإنسان بلا أخلاق ليس إنسانا على الإطلاق. أتيت له أتمم مكارم الأخلاق. فإذا نحن بدنا نقول للعالم اليوم وداعا أيها المرض أنت تحب تكون مريض تعلم من المرض ماشي إذا ما في داء ما في دواء. بس ليش بدنا ناكل بهيك مطاعم كل الوقت هالهمبرجر هوت دوغ ودوناتس وكله وكله والاكل حتى البطاطا منا بطاطا بصيرة منا بطاطا منا بطاطا كل هاي الخبز خمير ولو ملاك ولادنا كيف عم بيخلقوا ولك الامراض شو ناكل ملك؟ انا بقول لهم كله دارة يعني كل شيء انت بالكويت ما عندكم عذر احلى شيء مصح بده يكون بالكويت ونايف رح يعملها مع كم شخص كلكم كلنا صدقة بدنا نجي لأنه اللي موجود بالكويت ما لقيته موجود بأي بلد عربي أنتوا وأمريكا مثل بعضكم مثل حرية منا موجودة حرية هلأ جايبة حرية مريم نعم موجود في الكويت الحرية في كل شيء في حرية في الأكل أكل. في احترام الحاكم للناس وللمرضى للكبار بالعمر هي منا موجودة مطرح الأرض والاهتمام بعد والاهتمام وهيك فإذا نجي بنفتح مطعم بحب أن تكوني أنت وكلنا اسمه صدقة تجي أنت معك مصاري تدفعي عن خمس أشخاص تأكلي وتحطي خمس ورقات بيجي أنا بقول لك معي سرطان لصح عفيت أهلا وسهلا يا حبيبي ما معي أدفع تعال كل عنا كل يوم أنت دفعتي بعطيكي ورقة
موجودين ولا شو الاكل رح يكون في موجود مريم؟ نفس الاكل اللي في السوق الحين؟ كله اللي عم تاكليه اكل الصحي، جرين بين فيجيتابل سي فيجيتابل. اللي عنده سرطان وايدز كل يوم بعطيه شوربة الميزو، بعطيه طحالب بحريه، بعطيه هيك بعطيه، بس اللي عنده بسيط يعني هيك 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 معلش يقول له. بس اذا بتحب تصح ب 21 يوم وتشوف جسمك وتشوف فكرك وعقليتك ودماغك وكلك، 21 يوم بسموها ميستيك روز، 21 يوم تروي غدا عشاء هون عندي بدك تاكل، وبتاخذ على البيت لاولادك واشياء كراكرز وهيك شيء تاخذوها على المدرسه، فهمت؟ ايه، او بتجيب اولادك. انت عالجتي من مرض السرطان؟ كثير كثير، اجوا لعنا ناس ما بقدر اقول لك، اجى واحد لعنا يا حبيب قلبي عم بيموت ايدز، فات نهار السبت، ثاني سبت قلت له ما عندنا كهرباء، قال لي عندي اوتو اونز اجري. اليوم ما رح اقول لك اسمه، تتروحي لعنده بامريكا بتدفعي 60,000 دولار. ليش؟ تاجر بهالعلم؟ لا، انت غنية وبتجي بتدفعي 60,000، ال 60,000 بيروح فوقها 60,000 للناس الفقراء، لأنه هيك بدهم يتعالجوا، العلاج منه سهل أبدا. انت غني روح لعنده. يعني الفقير ما بيقدر يتعالج؟ بلا، بيتعالج من مال الغني، الغني لازم يدفع، هيدا مال القوم. ما زالك غني انت فلان الفلان، روح في عونيك، وهو عايش بكوخ وبعمر كويخ وهيك للناس. بس ما في غيره بالعالم، ما في غيره، انسان عميد اللي عم بيموت تروحوا لعنده. بقول لك اسمه بعدين، هيك ما بيحب حدا. هو اجى لعندي ولكل داء دواء، لانه اجى لعندك تعالج وبعدين راح فتح بامريكا وبيعالج. هو اصله مجنس لبناني، مجنس امريكاني، وبحب يرجع على لبنان، وكان يضل يقول لي بحب موت بحلب. قلت له ليش بتحب تموت بحلب؟ قال لي ما بعرف، ما بعرف، حس حلب انا يا خلقان فيها من زمان، يا بحب موت بحلب. جرجيف وقت اللي اجى على حلب هو وانطون سعاده، جرجيف قال انا هون بحب موت بباب كوثر. قالوا شو؟ قال سمعت اسم. شو هو؟ عبد النور. قالوا له هذا اسمك جرجيف. وقالوا له بدك تموت هيك هيك قتل بكندا. قال لهم ايه ايه ايه، بس هون كنت بحب موت، هو وانطون سعاده والكواكبي. هذه الارض ام لكم الارض، قال ما قال الكويت، ما قال لبنان، ونحن لم نخلق ولا منموت، من ممر إلى ممر إلى ممر إلى مقر، خلص. ما بنخلق وما بنموت؟ لا، لم نتولد ولا بنولد، نيفر بورن نيفر داي، كلنا كلنا الله نور السماوات والأرض، ما هيك؟ صح، وكلنا من نور الله، الله. لحو هيدا الكتاب، أنت أفهم مني بتقدري بتشوفي. كلكم لازم تقروا هيدا الكتاب، هيدي البنت كتبت لي إياها، أنا قريتها على تلفزيون تاني لو بتشوفي. قال الحياة كلها ورق ورق تيتا، كل شيء ورق يا تيتا، لكن الورقة الوحيدة التي لا يمكن للإنسان أن يراها هي ورقة شهادة الوفاة، فعمل لها فإنها أهم ورقة، هذه هي ورقة الحق يا تيتا والقيامة. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. ما فيني أقول لك، أنا عشت معه، كنا نلمون عن باب المستشفيات ونلمون عن الطريق وهيك. بس انا ماني مع الناس اللي بتكون وحده حبل سلامه قلبي 3-4 شهور بياخذوا الجنين وبيعملوا منه كريم، انا ماني هيك، ماني مع الاجهاض ولا مع القتل ولا مع الاطفال اللي نستخدمها. لا، تركيهم اول 7 سنين، ثاني 7 سنين، بعدين 18-20 هو بيقرر الموت الرحيم، بتحطي هون على اليوتانيسيا الاستخاره وبتدعي، ادعوني استجيب الاستخاره، خلص لتكن مشيئتك. هلا هي فيها موجوده، اذا الله بيريحك هو اللي بده يريحني، هو قدر القادر وما قدر. انت خدي اول خطوه، تيك ذا فيرست ستيب اند جاد ويل تيك ذا ريست، دو ذا بيست. انه انا بعيش معهم اول خطوه علينا والباقي رب العالمين. قديش هن اذكياء وقديش لك، ما كان فيني مره اقول لك اكذب عليهم، بجرب اكذب مثلا انه بلعب معهم كل النهار وبطعميهم، بس عشان يبنوا معي بقول لهم بدي نام بالعرض بالتخت. تيتا مي تو، نحن بننام بالعرض، بدي نام على الارض. منين حدك؟ بعدين تقول لي عن سويتمان، ما بيعرفوا الكذب بس بيعرفوا عم بتقولوا شيء ما مظبوط. ارجع اسهر معهم ويرجع يبكوا انه ما بتحبينا، بقول لهم بلا بحبكم، بس انا بحب نام وحده بالتخت احلى ما انا دق فيكم ولا شيء هيك. يعرفوا انه بيفهموا كثير، لانهم عندهم البراءه وعندهم هيك يعني. وشو بدي خبري؟ نحن بدي يكون عندنا شيء بالكويت، انا حاسه هيك، يا بنعملها بالكويت وبقول لها الكويت انت بدك تكويني. بتعرفي شو معنات كلمة كويت؟ طبعا كوتج، بس كوخ.
ولانه وقت بنعمل شيء بالكويت، بالكويت يعني مليون ناس مثلهم هون بيتعلموا كل العربين نعمل هيك، ولا نبيهم في وطنه. يعني انت ما رح تتكرمي بسوريا، بتتكرمي هون وانا بتكرم هون، هو بس يجي بيتكرم بلبنان، كل واحد مثل قريبه ما بتشفي، وطن واحد. بس كلنا نعرف انه ليش عم بتزيد هالامراض، ليه عنا هالقد مطاعم، ليه عنا مشايفة هالقد، ليش عنا أدوية؟ لأنه منحبه للشيطان، بدنا نحوله مثل ما قالت رابعة، تعوا منحوله من شيطان رجماني إلى شيطان رحمن. هيدا التحدي، إنك this is the challenge، إنك تحبي. مش مثل ما واحد قال اسمه علي من هون، واحد اسمه علي، علي أول يوم ما فات على الخمارة، برافو يا علي. ثاني يوم مشي هيك كمان في خمارة، برافو يا علي. ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم بطل يشرب خمرة، برافو يا علي. بعدين مشي لأخ مر قال له علي قد ما انك شاطر ومنيح بدي اسقيك. بيضل هيدا لازم طريقة. نحن بدنا نبلش نقول وداعا أيها المرض، أنا المرض وأنا المريض، أنا الأنا الكونية منية. I am the thought. A thought is a destiny. حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. صف النية ونام بالبرية. شيلي هالنية وحط نية شر ترجع لك. وإنما الأعمال بالنيات. خلص هلأ محمد كيلاني بتمنى تتعرفي على هالولد. إنما الأعمال بالنيات. وهيدي خطرة كثير. عم بيقدر الشيطان يفوت عن نية الفكر، بس ما حدا بيفوت عن نية القلب. إلا إذا أنت فتحت البيت. صح. بس أنت ما بتفتحي البيت. ما في واحد ملك طلب من رسام يرسم له صورة للمسيح واقف على الباب، قالوا له هيدا اللي بدي يرسمه، هيدا المعرج مكسح. رسم صورة حلوة كتير، فرح الملك كتير. بعدين عملها، قال له شو بيه؟ قال له الباب حلو كتير والمسيح حلو كتير، بس وين المسكة؟ مسكة الباب. قال له المسكة جوا، انت بدك تفتح له تيفوت، هو ما بيزعجك، ادعوني استجيب. شفتي كيف؟ انت بتفتح الباب للحق بفوت الحق لعندك، وهالحق ما بيموت. وقت قال الحلاج انا الحق، ليك شو عملنا فيه؟ قال له بدي اشوفك بايدين المجرمين يا حبيبه قلبي، بدي ابعث لك ايميلات، قلبك بده يبكي من الفرح. شو هالايميلات يلي هني اكثر شيء بيبعثوا لي اياهم؟ شو ما بعثوا لي بحطهم بالكتب، بقول لهم رح احطهم مثل ما هني، بس بيقولوا لي انه هني ما بيعرفوا صرفوا نحو، بقول لهم انا كمان حذفوا محو الجرامر محو. ليش بدهم بيرتبوا كلمات جديده بنحطها بالقاموس؟ تيتا بقول لهم بحطها بقاموس انجليزي وقاموس عربي. ريلي؟ يس ريلي. شو حطي لك كلمه جديده، قولي لهم هيك معناتها، خلصنا. مريم حقيقه ما بتخافي؟ بلا، جربوا كثير يقتلوني عفيك وهيك، بس في واحد قال لهم انا هي مسلمه ما بقتلها وهيك، قلت لهم ما بموت. انت مسلمه؟ انه هو هو عم بيقول انه هالمره مسلمه انا ما بقتلها، هو شيخ. بعدين صاروا كلهم هلا يسكتوا، كانوا بالاول 99% يسبوني، هلا صاروا 90%، لانه الفضايح بلبنان عم بتزيد وين ما كان، انه لا معها حق اسكتوا، خليه معها. وتعودوا علي ما بغير ثيابي، بلبس هيك التنيغ وما هيك بضلني لبسته، ما زالوا نظيف. والاولاد هيك بيقولوا لي تيتا واي نظيف، تعلمت منه ما زالوا نظيف، تركي ايش بدك تعودتي عليه؟ نحن عندنا ظاهر ومظاهر. وبقول اذا قدري من الله انه روح، دائما عندي وصيه مطرح ما بموت، اذا هلا مطرح ما بموت بتتكفن وبتندفى امكم الارض، لا احتفال ولا بكي ولا شيء ابدا. وين ما كنت؟ اذا مت هلا بالكويت نايف طم دغري، بعد عمر طويل، بعد عمر طويل اصير الله اللي بيقدر، لانه وين ما مشيتي هي ما بيتك. عندك وصيه؟ عندي وصيه بامريكا وعندي وصيه بلبنان، انه ما بدي لا دفن ولا جنازه ولا شيء ولا هيك، ماشي اعمالي بتسبقني. إذا بدكم تعملوا هيك، سألتي سؤالتي هذا السؤال، سألتي هذا السؤال. واحد يقرا إنجيل اثنيناتنا، بحب الفاتحة، هي الكرسي سبعة. أجبتي على هذا السؤال، يعني بدك كاهن وبدك شيخ، إنه اثنيناتنا ما يكون كاهن وشيخ، أنت تقرأ القرآن هذا يقرأ إنجيل توحيد. شفتي كيف؟ إنه كلنا هي صلاة الميت؟ إيه كلنا بكلمة لا إله إلا الله خلص فيها كل الأسرار، الجنين ببطنك بيعمل الارض ايش الحبيب قال لا اله الا الله ختمه، هاي الاربع زوايا. سو برا كلنا هيك عنا لا اله الا الله، سر كبير. وشو حط عمره 9 سنين، قالوا له انت شيطان، قال لهم يس ايم ا ديفاين ديفل، لان اجت اشاره
مشان هيك ريغان قال له نقتلوه، هيدا عم بيرفع الاسلام. قال له الاسلام قبلي قبله، الاسلام هو الفطره فوق الاسلام، تك 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 تك, تك. الى المدد يا مدد ويا ابد ويا صمد. مشان هيك بدنا نرجع الى التدين الالهي، the religiousness of the heart، مش الدين انه لازم تعمل هيك والشريعه كيف بيختلفوا مع بعضهم كلهم، هذا بيعطي رايه وهذا بيعطي رايه. اذا سالتك سؤال ثاني، انت بتخافي انت بهالوضع بعد انتشار الواسع اللي حققتيه في الوطن العربي، كثير من العالم، ملايين العالم تقتدي فيك. بيقتدوا بالحقيقه اللي عم نشارك فيها، بقول لهم ما تقولوا تابعونا، لا بقى تقولوا هالكلام، تابعونا انا من اتباعي، لا شيلوا هالكلام. بي فيلو ترافلر، نحن صحابه، والصحابه صاحبه بيسحب، كلنا صحابه، كلنا عيال الله، كلنا عائله ملكيه، نشيل هالحدود، امكم الارض وعمتكم النخله. مشان هيك بسالي حدا شو عندك دين؟ انت يعني ما عندك قبيله؟ ما عندك هيك؟ ما عندك؟ كانت من زمان. شو هلا ديني؟ بقول التوحيد، المحبه، الرحمه، العلم. مشان هيك انا وحده تجي عندي على البيت بتشوفيني، نهار الاثنين بنلتقى شي خمسه سته، اسمه حزب الحمير، www.حزبالحمير.com. الحمار اذا ركبته بنت او مره حبلي مع صبي عمره معها هيك، كثير بيفهم وبيعرف. كل الطبيعه ما بتقتل بعضها، كل الطبيعه بتتناغم مع بعضها الا الانسان. فاذا هيدا حزب الحمير، هلا في منه بالعراق، بامريكا، في وين ما كان، بحزب الحمير كل شيء ما فينا نقوله على وسائل اعلامنا. عندنا واحد سوري، ما فيني اقول لك بدبي عامل موقع، ما فيني اقوله على التلفزيونات ابدا. كل شيء ممنوع بشار حطه، كل شيء بتقولي عنه ممنوع حاطط لك اياه بالعلم بالموقع تبعه www..com. كل شيء. والحل يعني العلاج حوالي 8 دقائق، حطوا بيت الانسان 8 دقائق بعلمك الطبخه، ذوقي. وبيقولوا اليوتيوب، انا ما بفهم فيهم، انه ما حدا فيه محيكة او ببيتك، حدا بفوت على بيتك الا اذا انت فتحتي البيت. خلص فيك تحطي موقع عندك بالبيت وتجيبي الاشياء والعلم وتحطيهم، وشوي شوي الناس بتصير تقول انا ابني كان مشلول وصح، هيدا كان اعمى وصح، وهيدا كان هيك، وهيدا كان هيك، وهيدا كان هيك. انا عبد علي عبد الله صالح يا حبيبي من اهم الرؤساء يلي بس شاف هالمشلول وهالاعمى وهالهيك، قال لي اطلبي اليمن كلها لك يا شوي. قلت له سكر هالمستشفى. قال لي بدي 5 مليون دولار تسكر. قلت له بتسكر هالمستشفى، بتسكر هي، بتسكر هي، شوف شو عملنا بشويه اكل كلهم هيك. القذافي قال لي بعد ما اجى شخصيا بوش تيشحطي حطك بمالطا، كلهم بخافوا. وهلا اوباما اذا بروح بزحطني على موزه لانه كل اللي ضد الاف دي اي، وانا اعطيته اكثر من كتاب، ببعث لي كتابه، بعثت له كتاب اسمه كروس رود، حاسس انه اللي عم بيعملهم مش حقيقه. بترجع الحقيقه اللي فينا بتوعى. مريم، مين هم اسامي الكبار ان كان رؤساء او اشخاص هي بيليف ان يو؟ مش بيليف ان مي، بيليف ان ذا تروث. بندر بن سلطان هيدا ابنه، ومرته هيدي هي بنتي الحقيقيه، بنتي بالروح هيفا الفيصل. ما فيني اقول لك هالتنين يعني اذا جوعانه او عريانه او هيك معهم انا. بس هلا قلت له بدنا نعيش اللحظه اللي نحن فيها على الصدقات يلي بدون ما نطلبها من حدا ابدا، لتكن مشيئتك وبتجي. مشان هيك كل واحد منا يرجع يقول انا بحبه لداعش لانه هيدا داعش. اكيد اجتي عندنا دهشة، بتحبيه أو ما بتحبيه؟ أنا بحبه. بتحب الشيطان؟ نعم. بتحبي ليك؟ نعم. عم بيعلمني، علمني من ألمني، يلا 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 يلا. بس بتحب يكون عندنا تلفزيون ما في ولا دعاية ولا واحد بيت راتب، عندنا مرتبة ومنعيش، ما في ورق ميل، في ورقة النعوة بس، نعرف إنه ما بنعرف أي ساعة بنموت لوين رايحين. وكل واحد منا يقول شو عندي أنا تحت، أنا بكتب بقرأ، أنت بتطبخي بكنسة، تاني يوم أنا بطبخ بكنسة، هيك. ما في، عند الضرورة في دواء أو عملية، عند الضرورة لازم يكون طبيب آدمي وهيك، وأنا دارسة طب طبيعي وهيك، ساعتها بنعرف أي هي هي وأي هي هيدي شيء. لا بس مريم، كل اللي قلتيه يقول متواجد، موجود، ببلاش، روحوا جيبوه، روحوا أخذوا. وايد مراكز اللي الناس تروح لها عشان تشتري الأغراض اللي أنت تقولين هذه صحية وهذه تعالج وهذه فلوس. حقها فلوس، يعني صارت تجارة. شوفي
وقت بتروحي لعند وليد يلي هون طبعا عم بيشتري وعم بيحط مصاري كثير هالرجال، بس اذا ما معك حقيقه وانت صادقه ما رح ياخذ منك. وقت اللي بتجي لعند نايف وهو محامي ورح يكون محامي الشعب بدافع عن الناس صدقه، بضل الله يعطيكي مثل ما قال لستنا عائشه اللي اعطاكي النفس بيعطيكي فلس. شيلي هالخمسه دنانير روح شوفي مين جوعان اعطيه، هو عم بيروح على البيت. فاذا انا عشت مع اغنى الاغنياء وافقر الفقراء وحكام واللي بدك اياه من صغير لكبير، وتتعرفي على حاكم على الكره الارضيه، شفتيهم كلهم، اللي شاف مرا شاف كل النسوان شاف رجال. شو انت ضمناني كان نواف بعيش دائما مع الناس وبلاقي بتجيني صدقه، ما بقدر اقول لك ابدا شيء منه بالكلام كيف بتجي، منه بالكلام. عشت مع بركه الله ما فيني خبرك، نحن بالالوف الساعه 6 ما في مي ما في شيء ابدا، ثاني يوم يجي الاكل. فاذا انت كوني على بركة الله وكوني صادقة، تراست تراست، ما تخافي، بيتي أغنى بيت وأفقر بيت وما عندي شيء أبداً لا تملكه حتى تنفقه. وإذا معي شيء دولار في واحد اسمه منصور، وإذا كنت نايف وأنت وكلنا ماشي، بدي أنا الآخرة أو الدنيا شو بدي؟ آخر خلص. وقت اللي فات سيدنا عمر وصار يبكي قال له الحبيب ليه عم تبكي؟ قال له ليك الأيسر وأنت وين؟ قال له نحن قلنا الآخرة، نحن على هالممر حفات عراتنا تطول في البنيان، هيك لازم نكون. ما بيجوز مريم، بس اللي يروح على المحل الموجود المنتجات اللي انت تدعي عليها اللي هي شويه صحيه وشويه يشتري، معلش اذا غالي كمان قادر يشتري يعني مش تجارة. ما يشتري ده منا تجاره، خلينا نتاجر بالحق احلى ما نتاجر بالكذب. وقت اللي بتروحي على محلات بامريكا للميكروبايوتكس غالي كثير، كونسلتيشن كثير غاليه وكلها. انا الوحيده بامريكا كان عندي مركز بالملايين الدولارات حقه وبندر دفع، وانا فرشت ب 10000 دولار، قال لي مين بدي اجي؟ قلت له اول شيء رئيس الجمهوريه وانت وولادك. وحطيت برا الصينيه اسمه سما سنتر سعودي ميكروبايوتيك. هالصينيه مش هيك بتحطي مصاري عليها، مصاري يا بتاخذي يا بتشيلي، ما حدا شايفك. وما جعنا وما افتقرنا، ومن كل العالم اجوا يتعالجوا عنا، ما في مرض ما يشفى هونيك لانه على بركه الله. ما حدا اجاكي يتعالج وطلع يعني ما شفي؟ شوفي 90% يشفوا، الباقيين جايين يموتوا. قلت لهم شو بدكم؟ وي ونت تو ليف بيسفولي، ليف اند ليف بيسفولي، اوكي. حطي مينا دبي. حاولتي بس إيه؟ الله في منون هن جايين، هيك بدنا نعمل مطرح، ما عرفنا نعيش نعرف نموت، بس الاكثريه بفوتوا بتقول لهم مريم كيف بدك تهتم فيهم؟ اسمعي معي 100 شكوش بي، اعملي هيك اعملي هيك اعملي هيك. بتلاقيهم بتغيري الاكل، بتغير الدم، بتغير الجسم، بتغير اللحم. انا ماني معي مرض هون ومرض هون، عم بغير جسمي. بتلاقيه حرك اجره، حرك ايده، قام مشي. في علبه اسمها اورجون بوكس، هي طاقه التعبه مكه المكرمه، بتحطي هالمريض بيحضنك اذا ولد صغير وهيك، حطيته بالاورجون بوكس وانا قعدت بهالعلبه لويليام رايح مشلول قام مشي. حطي اورجون بوكس، العرب ما بيقروا ويليام رايخ اسمه. كيف الطاقه هونيك على الاربعه؟ هالاربعه اللي هون، هالاربعه اللي هون، وين بعد في؟ هالاربعه اللي هون، القلب. اربعه شنو؟ اربعه زوايا. اربعه دراس العقل. اوكي. بالعقل. اوكي. واربعه دراس. واربعه في القلب. بالقلب. بترجعي هون في اربعه. وهون في اليوتانيسيا، هون تحت السره. في اربعه. في اربعه. مشان هيك في طاقة قوية كثير هون. على سيرة الطاقة، الحين الوسط المجتمع اللي احنا فيه وايد يدعي على الطاقة الإيجابية. حبيبتي أنت، هلا بس واحد عم يحكي بيقول لك وسيلة، تخيل خش كتر حكي وسيلة، هيدي ما بصير هون وهون وهون وهيك. أنت اسكتي وابتسمي. تركي يحكي نيجاتيف. تركي يستفرغ يستفرغ يستفرغ. وأنت بهالوقت حطي يا شافي يا شافي أو أي كلمة أي كلمة. تركي 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 يستفرغ. وقولي له اذا كان ولد صغير تطلع رح مسح لك طيفك انا. تركي السفرة، حطي بوزيتيف مطرح النيجاتيف. ما تكون سلبي، كون ايجابي. حط الايجابي محل السلبي. ايه لانه ما بيعرف، هلا قد بيعرف. حتى لو رجال كبير وكذا. ما بيأثر علينا؟ بلا. شو نسوي؟ رديها انت بالشكر، بالهدية الله يهديك وهيك، واعملي فعل. مش حكي، يكون في فعل. شلون؟ ما تتركي طلع عليه، روحي لعنده، خدي اكل هيك صحن الك وله، خدي له حبه من هي، كتاب تعال تقرا، ضلي حد وحدتين تقول يلا صرنا اثنين، صرنا ثلاثه،
صرنا أربعة، صرنا خمسة، شفتي؟ الحبيب كان وحده، فات على المرة اليهودية وأسلمت لأخلاقه وحطت له سم، قالت له أشهد أن لا إله إلا الله وأنت نبي الله. قال لها شو عرفتي؟ قالت له حاطة سم بالشم. قال لها مشان هيك ما تركت أخوتي ياكلوا. شوف اللطف تخلص نفس. فإذا أنت بتشوفي واحد سلبي تركيه، حرام. هيدا شو نتعود على هذا الشيء؟ بديك تقري عفيك أول شيء الكتاب. أنا بس بلش أقرا يا حبيب قلبي هيدا أسلام عبدو. في شيء هيك بالقرآن؟ شو بدك فيهم؟ يضل يقول لي هيك صدق عبدو. ري كتب لأوشو عن لا إله إلا الله، أي أم إيه محمد، عن التوحيد. بيسألوا أنت مسلم؟ بقول لا، أي أم إيه محمد. هلا بالسعودية مين معيط له يا محمد بدي يرد، وأنت وأنا حجة منرد. مريم أحدهم ترك لي تعليق يبي منك جواب صريح. إحدى متابعينك يعني طلبت مني أسألك إذا في أكل أو خضروات تعطي الطاقة الإيجابية حتى تسيطر أكثر على نفسها. شو ما أكلت الطاقة الإيجابية بتجي بالمضغ، هيدا علم عند جلال الدين الرومي. قولي لها مضغي، مش زلع بلع مثل هلا البناء يلا بزق لزق. قولي لها المضغ، بس ما تمضغي علكة. مضغ الأكل، أكل طعام، مش إنه تدوري الغسالة على فاضية. ما بيصير. ثلث 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 إنه مضغ العلكة. لا لا، ليش؟ لأنه ما أكلنا، ما مضغنا الأكل، قاعدين نعلق. لا، مضغي الطعام وخذي كيلو. مضغ الطعام عفوا يعطي الطاقة الإيجابية أو يساعد؟ المضغ مضغ 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 تصير طاقتك إيجابية، الجسم كله بيرقص مع بعضه. 32 مع 32. وما تلبسوا كعب عيلة أنتو هالنسوين، هلأ صارت رجال عم تلبس كعب عيلة، لأنه الكعب العيلة شو بتعمل بالخمس فقرات؟ والخمس فقرات يا الله رقبتي عم تجعني، شو بتعمل وسيلة رقبتي عم تجعني حتى هيدي؟ لا ما بينحل بها. فوتي عالجي السبب. إذا أنت السبب، I am the cause and I am the cure. فوتي على السبب، أنت السبب، لأنه بيبقى مارق واحد على الطريق وأنت ما بتعرفي، بس هو هيك. أنا رجعت الدين، لما تمر كل واحد بس بتجي عرفتين عرفتين، ورج بتجي بركله من شان جابرين وشان بريك جابر شيء. بيزت عليك طاقته السلبية. أنت بتحمليها، ما تحمليها؟ بالقرآن الكريم تحجيم تحصين. منك مجبورة تحملي له صليبه، أنت ادعي له بالخير، ما تخليه يجي لعندك، ما تخليه، ما تخليه. شو نحسن حالي من الطاقة السلبية؟ بالبيت، كل واحد عنده بلكون، عندك بلكون؟ عندي بلكون. بتحطي عندكم إياها، شفتها بكل مطرح هون. انتوا بتقولوا ريحان هون؟ ريحان، حطي ريحان. نحن كنا صغار هيك تنقول انت الام ومعك بنت عمرها 3 سنين. جمادي حد البيت، بكل بيت في حبقه، نحن نقول حبقه. صح. صفي سرميتك منيح، فوت اعدي بالمربع. كل بيت حطي فيه حبقه، بالبيت وعلى البلكون. حبق محربي منعك، وعطر بنتي بالحبق. بس انت يجوا ناس مثلا، يجوا ناس عدال شفتيهم سلبيين، هن بيروحوا او رشي هاي او ماما تعال روحي نعمل هاي فيها لافندر ومي ورد ومي ومي ما زهر. ما زهر لافندر وما زهر ومي، وعلى طول حطي. بس ما فيها حبق لافندر قوي، بس الحبق فيك تشتري حبق. صحيح. وانت تقطري بالبيت عفيك تزرعي حبق، فيك تزرعي حبق. خروب سامع بالخروب؟ دبس خروب سامع فيه؟ إيه. خروب أرز سامع بالأرز؟ أكيد أرز. زيتون أكيد، كلهم حطيه، ما حدا بيقدر يقول لك لا. حطي على البلكون، حطيهم. في كتير زريعة يلي إذا الواحد بيطلع فيها بترد له، والمراية يكون وقحة مثل الأرمن. وقحة مثل الأرمن؟ الأرمن وقحي، بتفوتي على الدار عند الأرمن مثل الأرمنة، في كباية مي، كباية ملح وكباية قمح. إذا نويك منيحة بردوها كثير، وإذا نويك عاطلة بيسحبوها. القمح أنا شفت حدا، القمح اللي أنت تقولين نحطه في البيت، هو نزرع قمح ولا نحط كاسة قمح؟ كاسة قمح، هذا اللي بتشتريه مو نزرعه نفس لا إيه؟ يعني نحط له قطن تذكرين من المدرسة، نحط كل خمس ست شهور بتشيلي القمحات بتحطيهم بالتراب، الميات كل جمعة بتكبيون، والملحات كل خمس ست شهور بالتراب، لأنهم بياخذوا الطاقة السلبية. أي ملح؟ ملح طبيعي خشن؟ خشن موجود عندك كل شيء هون بأرض الطبيعة، لأنه بس القمح العادي اللي نشتريه من الفرع مش المقشور.
من المطحنة. إيه. وإذا بدك أحلى وأحلى حجيبي هيك وان سترو بسموها سنبلت أم حسنابي وحطيهم هيك بزاوية الدار. شو هيدا شو يا أختي هيدي؟ مشكلة هون كلها شقاق والبيوت الحين ما عاد فيها حدائق مثل لبنان وسوريا. بدك تحطي هيك سنابل وان سترو، الكتاب اسمه وان سترو ريفولوشن، يعني القمح والملح والماي وجعلنا من الماء كل شيء حي، والميات بتحطيهم بالأرض يسحب الطاقة السلبية. بيسحبوا الطاقة السلبية، لأنه ليش بالمسيحية بيغيروا لنا أسامينا؟ ليش أحمد صار محمد؟ الحبيب كمان غير أسماء، في اسم ثقيل عليك وفي اسم خفيف، بجيب لك اسم يلبسك. صحيح. كله. هيدا علم أبدان وأديان، هالكتب موجودة وكلنا لازم نقرأ، بس نبلش نقرأ أمة العرب بخافوا منا، كلمة اقرأ نزلت لإلنا. صحيح. بقرأ قريت كثير بس ما عم بفهم. رجعي اقري، أنت بدك تكوني مسؤولة، أنا السائل وأنا المسؤول. ما بنقرأ وما بنفهم وبدنا حدا غيرنا يكون مسؤول عنا. الطبيب بده يشفيني، هيدا بده يعمل لي هيك، عمليات التجميل كلهم ما فيني اقول لك شو هالضرب اللي انعمل. لا تغيروا في خلق الله، تعي على لبنان وشوفي. ما بقى يعرف الرجال اي هي مرته، هيدك من اخته، هيدك من خيه، الرجال نقز قلب البيت صار يصرخ. الرجال الحين فاتوا كانت شايله الميك اب. الرجال راحوا التجميل الحين. كثير اكثر من النسوان. ما يجوز. ما بيعود تمشي الطاقة فيك. هلا اطمئنف؟ إلى الهرم إجا لهالجسم، وقت بتغيري فيه ما بقى فيه مسارات طاقة. بس التغيير أمرأة. الجمال مطلوب، هيدا منه تغيير جميل. اللبس جميل. الاهتمام بالجمال، بس اهتمي تلبسي ألوان بتناغمي بتناغم مع الفصل اللي أنت فيه. اهتمي بجسمي مش بالميك أب ولا شيء تحطيه أبدا. في وحدة أصلا بيا من عندكم من جمال الموحدين، وهلأ بتقلك يعني بتحبش فيها فيك تكون حمر. سمانتا اسمها، تعطي كلي هيك بحمر شفافي، كلي هيك بعمل عيوني، كلي هيك من الطعام بتقلي بأمريكا موجودين. تعدي تقري your beauty comes from this beauty، من هالجمال. وبعدين مين قال في حدا بشع؟ انه بس ملكة جمال العالم والباقي كلهم بشعين، هيدا بيطلع الاول والباقي كلهم طشين. خلاص مريم، الحملة خلينا نقول الاعلامية، كنا نشوفك وايد بكل مكان وبكل محطة وبكل تلفزيون، الحين شفت بس التلفزيون واحد. لانه التلفزيونات عم بتحط علي حدود، حتى هلا نيو تي في تركتهم يمكن، لانه ما تحط الحل ما بقدر ساوي، انا بدفع ولا تلفزيون بقبض منه. بدي احط الحل والا بكون موتي اسمه الفيلم كلاينر. محاربه ايه كثير، بس بامريكا لا، في محطات بتحط الحل وهيك. بس حتى هلا اوباما عم بخاف، لانه هيدا الوعد كان له انه الاف دي اي ما توقعه، بس بدها توقع على الحبيب. ما بتضاين الكذبه هلا عن الناس معزله، بالنوايا فينا نساعد كثير، نحط سلام بالارض، وبالنوايا فينا نحط الشفا يا شافي. وعدي وحدك وافتحي كتابي واتركي كتب. انا عندي شي 50 كتاب بالعربي وشي 200 كتاب بالانجليزي يعني، وهلا كل يوم فيني احط بالصوت عربي انجليزي عربي. هلا اللي عملناه انا وانت كتاب. صح. خلص والكتاب خير جليس. وشو بنقول لهم؟ اوروار وشكرا للناس. اوروار وشكرا حبيبتي. للناس والشكر حبيبتي. لله دائما يا حبيبي، وبنقول لهم سامحونا واعذرونا، وان شاء الله الامراض بدها. نصيحتك الاخيره للمشاهدين مريم، نصيحه بقول لهم، ما حدا مسؤول عن حياتكم الا انتم، كل واحد. انا السائل وانا المسؤول، وما في لكل داء دواء، صدقوا الانبياء وجربوا وحاولوا واتصلوا فينا، اتصلوا فيه، ابعثوا لي ايميل، بغير لكم ايميلكم وبتتغير الطاقه. كل واحد يقول هذا ابني انا مسؤوله عنه، هيدا أنا جسدي أنا مسؤولة عنه، وهيدا أنا جاري كمان، ولو جار للجار لو جار، جارك القريب ولو خيك البعيد. شلون الناس تشوف إيميلاتك أو تبعث لك أو؟ بعتوا لي مريم@مريمنور.com، وهون في عندكم نايف 9999159. كثر ما قلتي لحنتي. إيه. صح؟ لأنه نايف بده يعمل لهالجماعة بالكويت، ساعدوه حتى يعملها، وإلا رح يفل من الكويت، وأنا بكون إذا مش قدامه دغري وراه. رح نقول رقم نايف مرة ثانية؟ إيه؟ بس من غير لحن. لا. 9999159. نعم. لازم نايف. نعمل جماعة صغيرة، الله يخليكم من ما كنتوا، وأنا بجي وخزي باسبوراتي كله، ما بدي ولا باسبور، هون ابني بالشارع، بدون شريعة. حبيت الكويت. من زمان جيت على الكويت، وانا بالمطار شفت اشاره ما فيني اقول لي، قلت له انا هون بكون منظف الحمامات. في اشارات بتجيكي كيف احمر اخضر ازرق، في واحد مهضوم عندنا من عندكم كمان، هيدا هالمهضوم كله من عندنا. وحياه الله شو قوي على القروض.
كنا جايين نحن وياه من صوب صور وعجيت سير ناخه وحده مثلي وعم بتاخذ خضره مو مثلي تشبهني وحده حلوه صبيه هيك بيقوم قد ما انه مهضوم بجيب خسه لونها خضره بحطها هيك بيقول مشوك وقفت كل الناس تتفرج على المره مشى السير حلوه مهضومه ان الله جميلة يحب الجمال يا اختي اهل حمص هلا بس تقولي في واحد حمصي كلهم بيحزنوا ما بقى في حمص يعني ما بقى مهضومين الحمص زكي مش هيك بتركبي عليه النكت لا بدنا نرجع كلنا يكون في سلام بالارض ونرجع جيراننا والجيران ومقايضه وما في فقر وما في هيك رح ترجع قريبك كلنا ان شاء الله كلنا انا بدي ارجع اتسكرك شكرا لله يا حبيبتي نورتينا يا حبيبتي اضفتي لنا وايد يا حبيبه نور الكويت واهلها وسامحوني لكل شيء قلته او انتم ما فهمتوني وما فهمتكم نفهم بعضنا بالقلب مريم قولي لنا شيء لبرنامجنا المرسى شنو شفتي فينا ما شفت الا انتم مهضومين كلكم مش عرفني انه ماني شايفته قبل ما بفتح تلفزيون انا سكتت لا شو شفتي بهاللقاء شفت انه اعطيتيني مجال اني احكي غيرهم لا بدي سكتهم بالسكوت او فل وبهروب وشفت انه دغري هذا جيب الطاوله هذا حطه هون شو سميناه اللقاء من اول العالم الاكبر العالم الاكبر نحن هلا فينا انطوى العالم الاكبر فوتوا لجوا انطوى واستوى بارادايس اون ايرث رح نجيب السجل الذهبي مريم نور بالتاريخ رح نكتب من هون بلشنا من هون دعينا نعم. وساعدنا نايف يا حبيبة قلبي كلنا إن شاء الله بالتاريخ نعم بإيدك نعم رح تكتبي لنا هذا الشيء إيه أنا مستعدة رح هو معنا ألم شكرا مرة ثانية نشكركم نشكر الله وكل شيء بالشكر تدوم النعم شكرا لك إن شاء الله شكرا لك رح نبعثكم كل كتبنا أكيد شكر لكم الأكبر طبعاً مشاهدينا الكرام نتمنى فعلاً تكونوا استفدتوا في هذه الحلقة التي بلشت غير وانتهت غير مع ضيفتنا طبعاً مريم نور دائماً في المرساء الخلاف لا يفسد للود قضية والتغيير مستمر